استطيع ان اقول بان الكثير من بائع الذهب والنساء اللاتي يشترين الذهب ويقعون في الربا، وذلك مثل البدل، يعني ذهب بذهب، وعندما يبقى لصاحب المحل بعض الفلوس فيرضى بان يصبر على السقف بموجب المعرفه بينهما. ولقد سالنا كثيرا من النساء عن البدل فيقولون نعم نبدل دائما ولا نعلم عن الربا شيء. المعاصي تقع، ما قال انها لا تقع، المعاصي تقع في الربا، تقع معاصي الربا ومعاصي الربا كلها تقع، لكن المهم العلاج لهذه المعاصي بالحدود الشرعيه وبالمواعظ والتنفيذ والنصائح، والا فالمعاصي تقع. فالربا يقع من النساء ومن الرجال مع الطاقه ومع غير الطاقه، فلا يجوز السكوت عنهم. من علم انه يقع من المعصيه يرفع ويوجه الخير، فلو يشتري من الطاقه قلائد او اسوره او غير ذلك لا بد يشتريها بمال يدا بيد، يشتري بالعام الاسوره قلائد خواتم يشتريها بالنقد يدا بيد، او بنوع اخر غير النقد، يشتري مثلا قلاده من الذهب او من الفضه او خاتم من الذهب او اسوره من الذهب او غير ذلك، يشتريها بغير النقود، يشتريها مثلا بطعام، يشتريها بملابس، يشتريها بهيل بقهوه بسكر الى اجل، ما في ذلك، لكن بالنقود لا، لا بد يدا بيد، بذهب لا بد يدن بيد. فإذا باع على أعطته خواتم مستعملة أو أشياء مستعملة بشيء جديد لا بد يكون يدن بيد بثمن مثل، وإلا فلتشتري منه جديد بثمن مستقل وتبع عليه الصنف بثمن مستقل. أما أن تعطي هذا بهذا وزيادة ما يجوز، هذا ربا، هذا جديد بهذا الصنف وزيادة جنيه جنيهين ما يجوز، فلا بد أن تشتري جديدة بثمن مستقل يدن بيد كان من النقود من الورق، وإن كان بغير النقود بين إلى أجل بطعام إلى أجل بملابس إلى أجل لا بأس، مو بربوي. إذا باع الذهب بخيل أو قهوة أو ملابس أو خام آخر أو سلع أخرى غير النقود فلا بأس إلى أجل المعلوم، أما بالنقود فلا، لا بد يدا بيد. فإن كان ذهب بذهب لا بد يكون مثل مثل، سواء بسواء، وزن بوزن، يدا بيد لا يتفرقان، وهكذا فضة، فإن باع فضة بفضة ذهب لا بأس، فهي يدا بيد، يشترى منها يشترى من الصائغ أسوأ من الذهب ترك يدا بيد فلا بأس. ثم يقول رحوة بعدين تجيب، لا لا بد يدا بيد. وإذا فعلته المرأة أو الرجل يوفى ويبين هذا منكر، وعلى الهيئة والحسنة أن تقول في هذا الأمر وأن تنكر على من فعل هذا الشيء، ومن لم يرتد يعاقب بالأدب والسجن والضرب إذا لم ينزجر عما حرم الله عليه.